بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم ندشن مؤتمر الخطباء والدعاة في معارض الطائز ومؤسسة فكر الأمل. هذه المؤسسة الرائدة التي حريصة على أن تقدم لنا الأشياء الجميلة. فمؤتمر الخطباء والدعاة هو لكي يخرج بتوصيات تؤدي إلى إنشاء نشر المحبة والألفة والأخوة بين أفراد المجتمع التي لكي يبث في الشعب في أبناء الشعب السلم والسلام والتعايش السلمي ورفض العنف والإجرام والذي فرضته علينا ميليشيات الحوثية الإيرانية.